مساء الخير على كل مشجعي مشجعات مهارات عظيمه. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من حلقاتنا. النهارده هنشوف مهارات جديده، لكن كمان منضم ليا ضيفه جميله من اصدقاء البرنامج اللي بيشوفونا، زينه. وزينه اصغر مشجعه لاهلاويه صميمه للنادي الاهلي، منوراني النهارده. ازيك يا زينه؟ اخيرا شفنا بعض، صح؟ زينه بتبعت لي كل التطبيقات الحلوه اللي بتعملها وبتشوف البرنامج كل يوم، بتكلمني دايما، وان شاء الله يا ريت من حضراتكم تتواصلوا معانا من خلال الصفحه الشخصيه شيف عظيمه حمدي بالعربي عشان تبقوا ضيوف. بجد يشرفني ويسعدني ان انا اتعرف بيكم بوجودكم معايا في البرنامج. هنعمل ايه النهارده يا زينه؟ قولي لهم بقى هنعمل ايه النهارده. هنعمل النهارده دونتس حلو وحادق. يا سلام يا سلام. طب قولي لي بقى، انت بتحبي الدونتس صح؟ قوي صح. طب اكتر حاجه بتحبيها في التوبنج ايه بتاعه الدونتس؟ بحب اللي بالبسكوت. انا عامله لك النهارده، جايبه لك اوريو، عملت لك حاجات حلوه كده، بسكويت بالشوكولاته، وعملت لك برده بسكويت نوع تاني عشان عارفه الجديد. الجديد طبعا لما احنا بنيجي ناكل دونت بره بنلاقي دلوقتي اصبح فيه حادق وحلو. يعني احنا ممكن مع الفطار لو هنشرب القهوه بتاعتنا هناخد جنبها في كمان الدونت، اصبح بقى مع التوست في كمان دونت حادق هنعمله. هو نفس العجينه، انا مش هغير حاجه في العجينه ومش هفتكس فيها، هي نفس العجينه، لكن انا لما هحمر الدونت هاخد المرحله دي وهحتفظ بيه وهبدا احشيه حادق. طالما حطيت مكونات حادقه هيتحول لدونت حادق، ودي فكره جميله لطيفه برده للولاد. خلينا نبدا نقول بسم الله وننزل مقادير الدونت وبعدين نبدا نشتغل بقى ونحكي مع بعض. وزينه هتساعدني النهارده في الحلقه، يعني دونت النهارده اللي طلع ده هيبقى زينه هي اللي مشاركه فيه، فهنشوف بقى يعني ايه. هتطلعي طبعا عامله الدونتس احلى مني، وانا طبعا مش عارفه هعمل ايه بعد كده. لا طبعا حضرتك بتعملي دونتس جميل قوي. حياه قلبي انت. طيب نقول لهم المقادير بقى، اقول العجينه. طيب عندنا للعجينه كوبايتين ونص من الدقيق، عندي رشه من الملح، نص كوبايه من اللبن الرايب، وده اختياري ممكن يبقى لبن عادي. طيب 2 معلقه من السكر، معلقه ونص من الخميره الفوريه، وعندي بيضه، معلقه من الفانيليا السايله، بتفرق قوي على فكره في بعض الوصفات زي ما قلت لحضراتكم، وعندي 2 معلقه كبيره من الزبده. طيب الصوصات هنتكلم عنها بالتدريج، بس خلينا الاول نبدا نقول يعني نشتغل في العجينه وبعدين نبدا نشوف الصوصات بتاعتنا، صوص ننزله عشان تبقوا حضراتكم عارفين تفصلوا بين المقادير وبعضها. هبدا اقول بسم الله وهنبدا كده نروح بقى. ايه انا هروح اعجن هناك يا زينه وانت بقى ساعديني. بصي انت بقى حطي لي هنا الخميره والسكر بعد اذنك يعني على الدقيق ورشه ملح لو سمحتي من هناك، وانا هنا هبدا بقى ايه احط البيضه ونبدا نشتغل ايه مع بعض. بسم الله كده، خليني بس ايه نحط اول حاجه نكسر البيضه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان اتاكد انها تمام وسليمه. طيب هناخد بقى البيضه دي. بسم الله. اللي عايز يتاكد ان الخميره تمام ومظبوطه ما فيهاش مشكله، حضراتكم تقدروا تحطوا الخميره والسكر مع اللبن الدافي وتسيبوهم شويه، اذا انتفخت وعليت يبقى احنا كده في الامان. اذا حضراتكم شاكين في الخميره، لكن لو هي فريش خلاص يعني هي طازه تمام. نقلب بقى. عندك سبونه اهي حبيبه قلبي، اتفضلي قلبي بقى بالراحه كده الخليط ده عشان انا ايه اروح اساعد واخلط في الحاجات الجميله اللي هنا. معانا ام جوزيف. صباح الفل. صباح الفل يا شيف عظيمه، ازيك؟ ازيك يا حبيبه قلبي. الله الحلقه جميله والبنوته جميله اللي معاكي الاهلاويه الحلوه دي. الله يخليكي، تحياتي لايله بقى ولكل الاحفاد الغاليين عليا. بيسلموا عليكي بامانه، الاثنين بيسلموا عليك، ايله وايله الاثنين بيموتوا فيكي يا شيف عظيمه بامانه. ان شاء الله يبقوا معايا. امبارح قالوا لام سلمى احنا عايزين نكلمها، ونقول لها يا عمري يا حبيبتي. بس كده من عيوني يجوا ينوروني. بس انتوا تعالوا من الصعيد، المشوار بعيد عليكم شويه، بس تعالوا. طبعا حبيبتي من بعيد على الحبايب يا قلب، ربنا يخليكي يا رب. الله يسعدك. كل سنه وانتم طيبه. وانت طيبه. اليوم بدا من امبارح. كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي. طبعا انت عودتينا تعملي لنا الشلوله في الصيام. عينيا. تسلم عينيكي يا قلبي. الاسبوع اللي جاي ان شاء الله اهو نعمل الشلوله وباذن الله. عشان انت عملتها قبل كده كانت جميله وتحفه، ربنا يخليك. ما هو اكله صعيديه اصيله يعني، فاحنا ما نقدرش يعني. بصي تحيه لكل اهل الصعيد. حبيبتي ربنا ما يحرمنا منك يا ولا منك. ام جوزيف تسلمي لي حبيبتي، بحفظ الله. مع السلامه حبيبه قلبي، مع السلامه. بصوا انا حطيت البيضه وحطيت الفانيليا الخام او الفانيليا السايله، بتدي طعم حلو قوي للعجين اللي زي دي. بصوا بقى هزود شويه، بس شويه صغيرين مش كل الكميه. اللبن الرايب بيساعد على تطرية العجين وبتبقى حلوة. هدي بس خلطة بسيطة كده صغننة
وايه، وبعدين نبدا نضيف المكونات الجافه ونعدل. اخر حاجه هضيفها الايه؟ الزبده. شطور. قولي لي بقى يا زين، انت في سنه كام؟ مش تعرفي بقى الجمهور كده، انت في سنه كام؟ انا داخله ثالثه. ثالثه ابتدائي. شطوره. قولي لي بقى اخبار المدرسه ايه معاكي؟ بتحبي المدرسه؟ بحبها. طيب واكتر ماده بتحبيها ايه بقى؟ الانجليش. حلوه قوي، شطوره. طيب قولي لي، طيب هسالك حاجه، انت المدرسه فيها ميكس يعني صبيان وبنات ولا بنات بس؟ لا صبيان وبنات. طيب واخبار الصبيان ايه، بيغلسوا ساعات على البنات كده ولا عادي؟ كتير قوي ولا يعني معديه؟ ممكن نسامحهم. ممكن نسامحهم. طيب يعني الولد لو غلط ولا حاجه وزعل بنوته بيتاسف وكده يقول سوري وانا اسف وبتاع؟ لا مش للدرجات قوي كده. يا نهار ابيض، احنا بقى لازم نبعت لهم رساله بقى من خلال البرنامج، صح؟ نقول لهم ايه؟ قولي لهم بقى، قولي لهم. عايزه تقولي لهم ايه؟ عايزه اقول لهم يعني حاولوا، بصي بقى للكاميرا هنا وقولي لهم، حاولوا تبطلوا تضايقوا البنات، حاولوا تبطلوا تضايقوا البنات لو سمحتم من فضلكم، علشان البنات كائنات رقيقه وبتزعل قوي. دي حاجه جميله. طيب قولي لي بقى، انت بداتي تساعدي مامي في المطبخ من امتى؟ من وانا عندي 5 سنين. وانت عندك 5 سنين، اول حاجه عملتيها ايه مع مامي ساعدتيها فيها؟ عملت كب كيك. حلو قوي. وانت بتبقي مبسوطه وانت داخله المطبخ؟ ايوه. طيب يعني بتقولي لها مثلا يا مامي انا عايزه اعمل ده، ولا هي اللي بتقول لك تعالي يا زينه اقفي معايا ولا ايه؟ لا انا اللي بقول لها انا عاوزه انا اعمل معاكي. حلو قوي الكلام الجميل ده. طب قولي لي هوايتك ايه تاني غير المطبخ، ان انت تدخلي وتعملي حاجات حلوه كده؟ يعني بحب ارسم والون. الله، بترسمي كمان؟ طيب وبترسمي بقى حاجات حلوه انت اللي بتاخديها يعني بتنقليها، ولا انت اللي بترسميها؟ لا يعني ساعات برسمها انا وساعات بنقلها. وعارفه مثلا تتفرجي على فيديوز وحاجات حلوه بتعرفي ازاي بتتعمل؟ ايه هواياتك تاني؟ بحب الغنى. ايه ده؟ طب استني بقى، استني ما اخلص العجن الوحش ده عشان تغني لنا حاجه حلوه بقى. ايه اكتر اغنيه بتحبيها؟ اللي هي بنات يا بنات يا بنات. ايوه قولي تاني، علي صوتك. ها. يا بنات يا بنات يا بنات. ايوه. اللي ما خلفش بنات مش باعش من الحنيه ولا دقش الحلويات. ايوه قولي كمان. حلوه الايام في عينيا. ايوه. علشان خلفت بنيه حبيبه قلبي لغايه هنا. يا روح قلبي، ما شاء الله عليكي، شفتوا الجمال؟ بنات دول نعمه من عند ربنا بجد. طيب طيب انا بصي بقى هحط الزبده واجيب العجينه واقعد جنبك كده. وبعدين قولي لي بقى، السنه دي في مواد كانت صعبه ما كنتيش بتفهميها قوي، ولا لما كنت في حاجه مش بتفهميها التيتشر بتاعتك كانت بتحاول تساعد ان انتوا تفهموها؟ لا هو في حاجات كتير قوي كانت صعبه، يعني السنه دي منهج العربي كان صعب جدا. العربي كان صعب فيه ايه بقى؟ النحو، القواعد، صح كده؟ طيب وايه تاني غير العربي؟ والفرنش. الفرنش الاساسيات. ها انت لسه بتبداي صح؟ كلمات بقى وحاجات. طب حافظه ايه بالفرنش؟ يعني كلمات اي حاجه حافظاها. انا حافظه يعني الـ 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 الاحمر بالانجلش، قصدي بالفرنش اسمه روج. روج، مظبوط. طيب حلو قوي. ايه تاني؟ في حاجه تانية؟ والبلو اسمه بلو. بلو، برافو عليكي. طيب وايه تاني؟ والاصفر اسمه جون. جون، برافو. طيب عارفه مطبخ يعني كويزين؟ هتاخديه اكيد، لسه انتوا لسه ما اخدتوش الحاجات المتعلقه بالبيت، يعني ما خدناش الصالون، ما خدناش لسه باقي الكويزين، ما خدناش الحاجات اللي احنا بنقعد فيها، صح؟ اخدنا بس كلمات والوانات، صح؟ طيب في الانجليش بقى، الانجليش كان سهل يعني، مش انا بالنسبه لي الانجليش مش صعب. حلو. ايه بقى يعني قولي لي، طب تعرفي تعرفي نفسك بالانجليش مثلا؟ تقولي انا اسمي كذا وعندي كام سنه وكده. ماي نيم از زينة، اي هاف 8 years old. هايل، شطوره جدا. طيب دي حاجه جميله. طيب احنا كده هضرب ضربه سريعه. حاضر. انا طبعا معايا مدام نهى، مش عايزه اسيبها كتير على التليفون. اهلا وسهلا مدام نهى. اهلا وسهلا. احنا اسفين جدا جدا يا فندم. انا بس حبيت اطمن ان انا على الخط. لا انت على الخط، احنا ما نقدرش. الحمد لله يا حبيبه قلبي، زيك انت؟ الحمد لله. اولا كل سنه وانتم طيبين عشان النهارده يوم عاشوره. حبيبتي وانتم بالصحه والف سلامه يا رب. و
والنهارده بقى انت حلقاتك دايما مميزه، بس النهارده في تمييز زياده بقى. ايه رايك في التغيير الحلو ده؟ اجمل بنوته في الدنيا، انا اصلا متابعاها على اليوتيوب وعندها ما شاء الله. يا عم ده يا عم ما احنا طلعنا مشهورين وانا مش واخده بالي ولا ايه؟ شفتي بقى انت معاكي حاجه كبيره يعني حبيبتي زينه. انا بشوف حاجاتها الجميله بصراحه البنوته ما شاء الله ربنا يبارك فيها، ومامتها موجوده معانا. يعني البنت الله اكبر اهلاويه كمان قوي اهلاويه، وبعدين تالنتد هي وكرييتيف كده وما شاء الله عليها، فانا قلت لازم تبقى معايا في حلقه. اجمل حاجه عملتيها والله يا عظيمه بجد حبيبتي تسلمي يعني انت جميله وكتر خيرك كده. ان زينه كمان بتحبك جدا جدا، وكنت بتابع مكالماتها ليكي بجد من قلبها يا حبيبتي. ما هو الاطفال على فكره ما تكذبش يعني، انت عارفه احساسهم عالي جدا، فانا انا وصلني محبتها دي. جميله جميله، والنهارده بجد ربنا يوفقك، وانا قاعده هو بشوف وبتفرج وبتابع الحاجات الجميله اللي انت بتعمليها بجد، وربنا يوفقك انت وشيف زينة بقى. امين امين. يروحي شايفه قولي لها ميرسي بقى يا طنط. هو بس جوزي عايز كمان يكلمها، هو اتفضل مرات خالها وهو خالها. اهلا وسهلا. يلا يا ستي اتفضلي بقى كلمي بقى، اتفضلي اتفضلي. اخيرا شيف عظيم، اهلا وسهلا يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا بيكي، وازيك يا زينه، وان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمك كده ويوفقك باذن الله. حبيبه قلبي قولي له ميرسي. ميرسي. وشك حلو على النادي الاهلي، الاهلي فاز امبارح، فعلى طول كده يبقى وشك حلو ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم، شكرا لحضرتك جدا، شكرا لمداخلتك يا فندم، شكرا جزيلا بالتوفيق، شكرا ليك، شكرا جزيلا، في حفظ الله، اتفضل مع السلامه. طبعا انا يعني مش عايزه بقى اقول لهم بس احنا عملنا ايه. انا طبعا اخر مرحله حطيت الزبده، الزبده بسيبها بس لازم اضرب العجينه كويس قوي، تاخد لها 10 دقائق كده سواء بايدينا او في العجان اللي يريح حضراتكم. لما تبقى عجينه ناعمه قوي طبعا لازم هسيبها بعدها تخمر ساعه. انا يعني عشان ما ازعجش حضراتكم هكمل العجن لحد ما تبقى العجينه ناعمه، وهنستسمح حضراتكم ان احنا ممكن نطلع استراحه، وهنرجع بعد الاستراحه نوري حضراتكم شكل العجينه عامله ازاي، ونبدا نشوف المتخمره ونشتغل فيها بقى مع بعض. في انتظار حضراتكم بعد الاستراحه ان شاء الله. ورجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الاستراحه، وهنبدا مع بعض دلوقتي الشوط الثاني. زينه ما شفتي العجينه عامله ازاي؟ بصوا بقى حضراتكم العجينه جميله ازاي. لازم تبقى كده ولينه وحلوه، وبعدين هحطها في بوله وهنغطيها. خدي بقى يا زينه انت غطيها، انا وانا بقى هطلع الثانيه الخمران عشان نشتغل مع بعض. عايزه بقى اسالك، امتى بقى كده حسيتي يعني كده ان انت بتحبي النادي الاهلي وعايزه تبقي اهلاويه؟ يعني كنت بتتفرجي ازاي على الماتشات مع مامي؟ قولي لي كده. ماما هي اللي فرجتني وحببتني في الاهلي، انا اصلا مولوده وانا بحب الاهلي. يا خرابي، يا نهار ابيض، جينات بقى صح؟ يعني الموضوع ده فرق معاكي يا زينه. طيب وبعدين بقى يعني انت حبيتي الاهلي من كده؟ طب انت لما الاهلي بيكسب بقى بتعملي ايه؟ بحتفل وما بعرفش انام الا تاني يوم. يا خبر. طب ويعني بتشوفي ايه اكتر حاجه بتشوفيها بقى قولي لي؟ الاهلي والماتشات بتاعت الاهلي. وفي اغاني بتركزي فيها كده يعني عارفه في اغاني بتدخل الفرحه كده على الواحد؟ في اغنيه بحبها قوي. طب ما تسمعينا حاجه كده. ماشي. ها يلا قولي لنا. نمره واحد والبطل ده مكاننا باسمنا، تخطيط ويا عمل والاهلي في دمنا، احنا جمهورك واهلك وسايب واقف في ظهرك، وفخور ان انا اهلاوي واللي بينا سنين حكاوي. اهلاوي اهلاوي اهلاوي. حبيبه قلبي شطوره، دي اغنيه جميله. اصل انا زي كده بحب بقى الاغاني الحلوه دي، بعد المكسب الواحد يحس احساس كده قوي صح، يبقى مبسوط وفرحان كده صحيح. طيب بصي بقى، احنا انت عاده احنا بنعمل ايه؟ شوكولاته، وبنقطع شوكولاته ونسيحها وبعدين نعملها صوص. انا النهارده هعمل صوص مختلف شويه، اقول لك بقى. طيب هنعمل صوص بس بسيط من لبن وسكر وزيت ويعني فانيليا ولبن بودره. هنعمل منه صوص شوكولاته بيضه سريع عشان لو احنا مش عندنا الشوكولاته البيضه في البيت ممكن نتصرف، وهنعمل صوص تاني للشوكولاته الدارك. ايه رايك؟ طيب انا بقى هقول لك هنا، انا هقف عند الخلاط وهقول لك من فضلك يا زينه ناوليني من الحاجات دي، فتناوليني ممكن؟ ممكن. يلا بينا. طيب ننزل المقادير يا ندى. انا بس مهم ابقى سامعاكم، انتوا مختفيين ليه يا اولاد؟ انتوا نمتوا ولا ايه؟ انتوا فين؟
طيب عايزين ننزل اول حاجه الصوص الشوكولاته البيضه. صوص الشوكولاته البيضه بصوا اهو ده، هناخد من المقادير دي علشان نعمل منها صوص شوكولاته بيضه سريع سريع يعني عشان الدونت. هنجهز الحاجات دي وبعدين نبدا بقى نفرد ونحمر ونظبط الحاجات. يلا بينا، انا اقول المقادير وزينه هتناولني. عندي صوص الشوكولاته البيضه 3 معالق كبار من اللبن البودرة، عندي نص كوبايه من اللبن، نص كوبايه من السكر، نص كوبايه من الزيت، معلقه صغيره فانيليا. يلا يا زينه ناوليني بقى السكر الاول لو سمحتي. يا سلام تسلم ايدك. وبعدين عايزين كمان اللبن البودرة. الله، ناخد ممكن معلقه بقى عشان نعيد لحسن ياخدوا كل اللبن اللي عندنا يا زينه كده. يا سلام تسلم ايديكي. طيب وبعدين عايزاكي تكلميني شويه كده عن نفسك واصحابك البنات، ها؟ عشان انا عارفه هم الولاد بيبقوا اشقية بس البنات كمان بيبقوا ساعات كده بيعملوا حركات قرعه، صح؟ ساعات يعني. مش كتير. مش كتير؟ ولا عشان هم بيبقوا صحاب؟ لا عشان بيبقوا صحاب. طيب قولي لي اسماء اصحابك اللي انت بتحبيهم. سلمى وجودي. الصوت بيقطع يا ولاد، انا مش سامعاكم خالص. سلمى وجودي وريتال. وريتال حلوه قوي، اكيد بيشوفوكي دلوقتي صح؟ طيب ممكن تنوليني الزيت لو سمحتي؟ تسلم ايديكي، روح قلبي الفانيليا اللي هناك دي. وقولي لي بقى علاقتكم ايه بقى في الكلاس مع بعض؟ بنحب بعض وبنقعد جنب بعض. وفي المدرسه حد فيكم بيعطل التاني ولا حاجه؟ احنا اصحاب جدا عمرنا ما اتخانقنا الحمد لله. وبعدين هسال حاجه، طيب لما بيبقى في حد فيكم بيتكلم في الكلاس ولا حاجه، التاني بقى بتقول لها مثلا بلاش تتكلمي، بتزعل بقى وكده وتتقمص ولا ايه؟ لا هي بتبقى عارفه ان هي بتقول لها كده عشان ميس ما تزعلهاش فمش بتزعل، عشان مصلحتها يعني، صح كده؟ طيب قولي لي بقى، انت علاقتك بماما اكتر ولا بابا اكتر؟ إيه لا ماما. ماما دي ربنا يخليها قاعده معانا منورانا النهارده. طيب قولي لي بقى، انت عندك اخ؟ مش تحكي لي بقى عن اخواتك، استني هضرب في الخلاط وبعدين تكلميني عن اخواتك، اتفقنا؟ ناخد شويه زيت صغيرين كمان. بص كده هي حلوه بس ممكن نزود قليل من الزيت. نشوف كده القوام. بصي كده يا زينه معايا، هي حلوه بس استني عشان تجيبي بقى زيت هنا. نجيب سباتشولا وايه وننزل الصوص ده، هو صوص كويس ويغني عن الايه؟ ان احنا نعمل شوكولاته بيضه ونقعد نسيحها. قولي لي بتعرفي تسيحي الشوكولاته؟ ايوه بحطها في الميكروويف. دي اسهل طريقه، لكن ما بتعرفيش تعمليها لسه على البخار صح؟ لا انا ماما مش بتخليني المس النار عشان شطوره، وانا مش بزعل عشان هي بتقول لي ما ينفعش تلمسي النار عشان ما تتلسيش. حياه قلبي. طيب دي حاجه جميله جدا. قولي لي بقى اخواتك اسمهم ايه؟ محمد وملك. محمد وملك، محمد عنده قد ايه؟ محمد عنده سنتين يعني قرب يبقى 3 سنين. ما شاء الله. وعندك كمان ملوكه، ملوكه دي صغنونه؟ ملك عندها 6 شهور. يا خرابي دي صغنونه خالص. طب قولي لي بقى لما بتشوفتي ملك بقى بنوته صغيره وانت عندك اخت صغيره كده حسيتي بايه؟ انا اصلا كان نفسي في بنت وبنت صغننه وانا كنت وحيده، فلما ماما قالت لي ان هي حامل في محمد انا اتبسطت قوي. يا روح قلبي انت والله، انا كمان مبسوطه، انت عارفه انا سعيده بيكي جدا. طب ولما جه محمد بتقولي دلوقتي انا مبسوطه يبقى عندي اخت بنت صح؟ احساسك ايه بقى وانت كبيره كده؟ ها احساس حلو، بس مش معنى ان انا كبيره يعني هما يعني انا الراجل دايما هو اللي بيدافع عن البنت صح، هو محمد هو اللي هيدافع عني. طيب تمام، وانت هتدافعي عن ملك بقى ما هي تبقى صغيره برضو صح؟ ما انت يعني لسه في مرحله عقبال ما محمد بقى يعني هي تكبر ويبقى هو بقى صح كده حامل الحمى زي ما بيقولوا. هتناوليني مكونات الصوص الشوكولاته الدارك؟ ممكن ننزل مقادير الصوص الشوكولاته الدارك، هنعمله بنفس الطريقه لكن من غير اللبن البودره. تعالوا كده ننزل مقاديره ونشوف مع زينه وهي بتساعدني ونعمل الصوص الثاني وبعدين نبدا نجهز ايه الدونت بتاعنا. يلا تعرفي تقولي المقادير؟ ايه رايك يعني دي اهي
دي ثلاثة معلقة كبيرة ايه؟ ثلاثة معلقة كبيرة كاكاو خام. شطورة. ونص كوباية سكر ونص أيوة. كوباية لبن أيوة. ومعلقة صغيرة نسكافيه. برافو. وايه كمان؟ ونص كوباية زيت. أيوة كده هايل، برافو عليكي. شفتوا بقى المقادير قالتها هي زينة. عندنا ثلاث معالق كبار من الكاكاو اوكي، ونص كوبايه سكر، ونص كوبايه لبن، معلقه صغيره من القهوه سريعه الذوبان، ونص كوبايه من الزيت. انا هشتغل على الصوص الابيض لانه مش هيضرني في اي حاجه. خليني زينه ناوليني لو سمحتي نحطهم في الخلاط وبعدين ايه نطلع للاستراحه بس نكون ضربنا الصوص. بعد اذنك اديني الاول الكاكاو واللبن. تسلم ايديكي. ايوه نحط اللبن الاول عشان ايه تبقى الدنيا جميله، وبعدين نحط الكاكاو، وايه كمان اديني بقى السكر، وبعدين الفانيليا. تسلم ايدك. وناخد الفانيليا الخام، بسم الله. وناخد كمان الزيت، واخر حاجه هناخدها ايه البودره النسكافيه اهي في الطبق الصغنن ده. تسلم ايديك يا روحي. ايه اكتر حاجه بتحبي تشربيها في البيت يا زين؟ هوت شوكليت او شاي بلبن. ساعات بعمل ده وساعات بعمل ده. حلوه قوي. طيب السكر اللي بتحطيه في الحاجه بيبقى كتير ولا قليل؟ بتحبي سكر كتير ولا سكر قليل؟ لا انا في الهوت شوكليت ما بحطش سكر اصلا. شطوره. بس في الشاي بلبن بحط نص معلقه سكر. شطره جدا ما شاء الله ما شاء الله، لان السكر الكتير انا مش مع ان الاطفال تاخده كتير. مبسوطه بيكي يا زينه، ربنا يبارك فيكي حبيبتي. اسمحوا لنا بقى انا هعمل دلوقتي صوت وشويه غلوشه. هخلط الخليط ده. ميزينا من هنا. ايوه تسلم ايديكي وروح قلبي. لا النهارده يعني بجد الحلقه جميله وممتعه، ويعني ايه زينه مساعداني على الاخر، فانا بتدلع زياده اليومين دول. صح كده يا زينه؟ متدلعه انا جامد النهارده. حبيتك تتدلعي براحتك. حياه قلبي. انا هستسمح حضراتكم عقبال ما اخلط الخليط بتاع صوص الشوكولاته. هنستسمحكم في فاصل واستراحه صغيره، ونرجع بعد الاستراحه نستكمل مع بعض، في انتظاركم. ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه بعد الفاصل. النهارده بصوا زينه بتساعدني. يلا يا زينه هنشكل. احنا فردنا العجينه زي ما حضراتكم شايفينها، ارتفاع تقريبا 1 سنتي 1.5 سنتي، وزينه معانا القطاعه بتاعت الدونت، ولو سمحتي وريها للكاميرا. وعايزين نبعت اهداء لريتاج احمد السيد، بنت هديه بروديوسر اللي معانا في قناه الاهلي. حبيبتي كل سنه وانت طيبه عقبال مليون سنه. ومعانا طبعا حد مشاغب في الاستوديو، استاذ عاصم معانا مساعد مخرج في الفلور معانا. عملنا مشاكل وصوته هتلاقوه قد كده في اللايف اللي انا نزلته على الصفحه بتاعتي. بس حد جميل. كل سنه وانت طيب يا عاصم عقبال مليون سنه بجد. كل سنه وانت طيب. دلوقتي زينة القمر عامله لنا ميني دونت، وانا بسخن الزيت اهو. وحبيبتي هديه تستاهلي كل خير بجد. كل سنه وبنوتك طيبه عقبال ما تشوفيها عروسه يا رب. بصوا بقى، لو انا ما عنديش، هفترض زينه بتعمل اهي، عايزين نقول مثلا انا ما عنديش قطاعه دونت كبيره، ممكن اعمل بدي، وممكن اعمل باي كاب مثلا. يعني اهي دي بتاعت البيض لو تفتكروا بنعمل بيها البرجر، دي برضو ممكن تبقى لطيفه. وممكن اخد واحده زي دي اعمل كده صح في النص. مش الجيش قال اتصرف برضو. طيب دول بقى بيتباعوا في محلات الدونت لوحدهم، بيبقوا في كابس كده معمولين بالشوجر بالسكر البودره والقرفه. فزينه بصوا بتجمعهم هنا عشان نبقى نقليهم وياكلوهم كده بالتوسبيك او باي حاجه سريعه. هعمل انا الكبار مع زينه هنا عشان حبيبتي ما يبقاش كتير على ايديها. تسلم ايدك يا روح قلبي. يا سلام. وانا اوري لحضراتكم دلوقتي صوص الشوكولاته البيضه وصوص الشوكولاته اللي احنا عملناه. بصوا ده صوص الشوكولاته البيضه اللي احنا عملناه باللبن الباودر، حاجه برضو يعني مختلفه. وده الصوص بتاع الشوكولاته. طبعا اللي عنده شوكولاته خام خلاص تمام، مش هنحتاج حاجه من دول، بس انا قلت اعمله للي ما عندوش شوكولاته خام في البيت. هتبقى لطيفه. وطبعا استخدمنا الفانيليا الخام في الاثنين.
طيب تسلم ايديك يا دودي قلبي. انا قولي لي بقى، بدا يتكلم اخوكي بيتكلم يعني؟ هو بيقول دلوقتي يا بياض، يقول لو احنا مولعين الماتش بياض يقول اهلي. لا والله، يعني اول ما نطق الولد قال اهلي على طول. راجل عنده رياليتي، عنده كده انتماء، انتماء للاهلي. طيب لو عايزه تبعتي رساله، ها تقولي فيها يعني حاجه حلوه لقناه الاهلي وانت موجوده فيها ولكل مشاهدين قناه الاهلي، تقولي لهم ايه؟ بقول لهم انا بحب الاهلي قوي، وبجد انا بحبكم قوي. حبيبه قلبي، تتمني كل الخير والتوفيق للنادي الاهلي. طيب هسالك بقى حاجه، لو عايزه توجهي رساله وتقولي انت نفسك في حاجه تتحسن في التعليم، او نفسك تبقى سهله عليكم قوي وانتم بتدرسوا، ايه اكتر حاجه ممكن تتمنيها؟ نفسي ان المواد الحاجات يعني نفس العربي يبقى سهل السنه الجايه. يا حبيبه قلبي النحو يعني. اوكي، وايه كمان؟ بس كده العربي بس والفرنش كمان. فكري كويس يا زينب، فكري، احنا بنتمنى حاجات مهمه. والفرنش كمان. والفرنش كمان ماشي. حبيبه قلبي، طيب بصي بقى، انا بدات انزل وحدات كده، انا عايزاكي تتكي. هاخد بصي، شفتي دي انت اتكيتي عليها حلو فطلعت ازاي؟ ايوه كده، عايزاكي تتكي بايديكي عشان تعرفي تفصليها عن العجينه الرئيسيه. شطوره، ايوه بقى حطي، بس انت بلاش عشان ما تحطيش في الزيت. انا احسن ايه، مامي تقول احنا خدناكي نحط لك حاجات وحشه وبنعمل حاجات نوتي. طيب ثانيه زينة، هي كده عشان ده الحد من الناحيه دي، ماشي؟ عشان كده هي ايه ما ظبطتش. بصي بقى كده اهي، نعمل بقى الميني ده. ميني ده صغنن قوي وجميل، صح؟ تعالي بقى نطلع شويه من اللي احنا مجهزينهم. بصوا بقى، احنا عندنا شكلين. طبعا احنا مش عايزين نطول على حضراتكم عشان برضو يعني نلحق نقول الافاده من الموضوع. اي سكر عايزين تلونوه، احنا السكر ده ملونينه، الاحمر والازرق اللي حضراتكم شايفينه ده اهو، شايفين ده وده، كل ده بتشتروه من بره يعني موجود، لكن احنا لوناه في البيت فعملنا فيه بالفود كالورينج اللي هو الجل، نقطه ونقطه، وفي منه الوان كتير قوي، وعملنا السكر الجميل ده. انا علشان هستخدمه على الدونت وهيبقى محتاجاه يبقى مندي شويه، فما دخلتوش فرن انشفه. لو حضراتكم عايزين تحتفظوا بيه من غير ما يحصل له اي حاجه، ادوله بس تنشيفه خفيفه على نار هاديه في الفرن، هيبقى عندكم، وركبوه في برطمانات يبقى عندكم حاجات جميله في البيت جدا. بصوا احنا عملنا كذا لون كذا درجه. عندنا الشكل ده، القطاعه الجديده دي اللي احنا قطعنا بيها زي دول بالظبط، لكن دي على شكل هلال. دي هعملها حادق، ودي الفكره من الموضوع. وادي الدونات اللي احنا اتفقنا عليه، هنعمل منه شويه بالشوكولاته. تعالي بقى يا زينه هنا لو سمحتي، انا ايه هستسمحك، هتعرفي تنزلي واحده هنا انت لابسه الجلافز. استني بقى عشان اجيب لك طبق صغير. خلاص اديني ايه، اجيب لك طبق من هنا تحط لنا فيه طبق امور زيك. شفتي؟ استني بس اطفي هنا عشان انت ايه حراره ما تضايقكيش روح قلبي. بسم الله، انا هحط ده هنا وانتي الطبق جنبك عشان ما تقربيش من النار. طيب هنعمل كده زي ما انتي عارفه. خلاص الزيت يكون متوسط، انا هبدا بقى ايه احشي الحادق. عندي بقى مثلا تركي، عندي مثلا لانشون، عندي بسطرمه، عندي بيض. عايزه اقول ان الدونت ده بقى اصلا عجينه اصلها هولنديه، دي حاجه، وهم على فكرة اللي نقلوها للأمريكان عشان بس حضراتكم تبقوا عارفين، فأصبح من الحلوى الأساسية الرئيسية في أمريكا. بصوا بقى، وده الكبير، بس احنا لما هنيجي نعمل التحمير في البان هناخد كل المقاسات اللي قد بعض مع بعض علشان يطلعوا نفس التسوية. والمقاسات الكبيرة، أيوة ممكن بقى. بصي دي البسكويت اللي انت بتحبيه، عايزة تحطيه على اللي بالشوكلت، ايه رأيك؟ يا خبر، بتوع زينة حلوين حلاوة، يا نهار أبيض. طب خدي بقى زيني بالده، ده البسكويت الشوكولاته مشهور قوي، وعايزه اقول لكم يعني بيتباع غالي. تعالوا بقى انا احشي الحادق مع زينه، عندي كده سكينه منشار، ودي فكره لطيفه دلوقتي يعني موجوده وبيتعمل عليها اوفر، تاخدوا اللاتيه او الكافي او الحاجه معاها واحده دونت حادق للفطار او توست زي ما بتختاروا. فتعالوا بصوا بقى، هفتح من الظهر اهو، هنا اهو شايفين، جميل جدا، فكرة رائعة كمان للمدارس، مش بس ان احنا نعمله حلو عشان الاولاد يبقوا مستمتعين. وتعالوا بقى هاخد الحشوات الحادقة دي اهي، ادي احط التركي على الشوكليت البيضة. لا هديكي بقى حاجة تانية للشوكليت البيضة، ايه رأيك تحطي عليها من الفارمسال الملونة
وتاخدي عليها كمان من ده من السكر اللي احنا حاطين عليه لون بينك. بصوا كده هناخد التركي، يا سلام، هنحشي بقى هنا بالتركي كده، شايفين ازاي؟ وممكن نحط كمان شويه من الشيدر، وعايزين تدخلوه كمان الميكرويف، يا سلام، تدخلوه براحه حضراتكم خالص يسيح وتبقى ملتد. دي حاجه لطيفه. في بقى هنا انا مجهزه شويه، احنا هننزل مقاديرها لكن انا اشتغلتها قبل كده فانا مش هشتغلها تاني مع حضراتكم. هي صوص الجبنه الشيدر عملناه قبل كده بالكريمه بالدقيق والزبده، هنزل مقاديره لو عايزين تعملوه مكان تاخد شكل مكان الشوكليت، هوريكم ازاي دلوقتي. انا خلصت. خلصتي؟ طيب هديكي تاني، تحبي تعملي واحدة من الهلال ده كمان تدي شكل حلو؟ ايه رأيك؟ يبقى واحدة كده كلهم فيه مدورين، وواحدة هناك كده هلال باللون اللي انت عايزاه. نعملها وايت ولا اللي انت نعملها ايه؟ دارك. اعمليها دارك. يلا انا راضية جدا، مبسوطة انا بالدارك، بحب الدارك زيك بالظبط. طيب لو عايزة تبعتي رسالة لماما تقولي لها ايه يا زين؟ لا انا بحبك قوي وكل احلامي بتتحقق معاكي حبيبه قلبي. لو تبعتي رساله لبابي بقى عشان ما ننساهوش هتقولي له ايه؟ هقول له بحبك. بحبك بس؟ بحبك وانا بحبك قوي علشان انت بتحبني قوي قوي قوي، ونفسي يعني يدي لك طول، ربنا يديك طول العمر. يا عمري انت. اصل انا ضعيفة جدا جدا مع الأبهات، عندي مشكلة بجد. طبعا ربنا يخلي كل الأمهات والأبهات اللي في الدنيا، بس أنا بجد بدعي لهم من قلبي بجد، وارجوكم ليا عندكم طلب اعرفوا قيمتهم كويس جدا، لانه الاب والام دول مفيش زيهم في الحياه، ومهما كان في عيوب قد نكون احنا شايفينها في الحقيقه، لكن كل ده يهون، لانه هم حاجه الواحد ما بيعرفش قيمتها الا لو لا قدر الله فقدها. فانا بدعي لحضراتكم بجد ربنا يسعدكم ويخلي اولادكم تفرحوا بيهم وتسعدوا بيهم وتبقوا دايما سند وظهر ليهم، وخلوا بالكم من اهاليكم، اوعوا ابدا في يوم من الايام تقسوا عليهم ابدا لاي ظرف حصل، لانه يعني ما تعرفوش دي قيمتهم كبيره قد ايه بجد والله. فانا اسفه جدا ان انا يعني ده حصل، لكن زينه حبيبتي بجد انا مبسوطه بوجودها، واسفه ان انا يعني غصبا عني افتكرت، لانه انا بجد مفتقده جدا بابايا، بحبه جدا وبحب مامتي اكيد، بس كان ارتباطي بابايا اكتر، فعشان كده انا بس شويه اللحظه دي كانت شويه يعني. بصوا بقى الصوص، احنا هننزل المقادير بتاعته، هو بسيط وسهل جدا، وطبعا الميني دونات اهو بدا يستوي. بصوا بقى الصوص خفيف، وهو كده اي نوع جبنه عند حضراتكم، انا بفضل الشيدر، هي بتدي مطه حلوه، بتدي لون حلو، ونقدر ندعم كمان باي طعم انتوا حابينه سواء كريمه او لبن. لكن بصوا الميني دونت جميله ولطيفه، وعلى فكره كحجم هي مناسبه للاطفال، يعني اقصد ما ياكلوش نسبه سكريات كتيره بالميني دي، فافضل نعملها. ممكن نحشي دول بقى، انا افتح لك دول يا زينه، ايه رايك؟ اوكي، وانت تحشيهم لي. طيب نحشيهم بقى بالتركي، وانا هنزلهم لك كمان في القهوه، اتفضلي حبيبه قلبي كده، هنا كمان. حلوه الفكره دي، يعني انت لو هتاخدي في اللانش بوكس ممكن تاخدي ده معاكي؟ اه. هتاكليه وهيبقى حلو ولا هتقولي لا عشان برد؟ لا هاكله علشان هو بيبقى طعمه حلو. طب الحمد لله. لو عايزه تحطي بقى تشيدر، بصي هنا كمان في حاجات حلوه قوي، في اللانشون، انا هشيل لك بقى دول كده، في هنا اللانشون، بصي دول اللي زينه الجميله عملتهم، وفي كمان فلفل الوان، بصي، وفي التركي تاني المدخن لو انت عايزه، بس احنا بقى هنعمل شكل عليه ده جميل جميل قوي كمان، هوريهولك دلوقتي، اول بس ما الجبنه دي تسيح والدنيا تبقى جميله. وانا لازم احط من ده؟ عايزه تحطي من ده حطي، عايزه تحطي عليه فلفل الوان براحتك، انا بقى سايباكي شيف زينه تتعامل زي ما هي عايزه.
وانا هبص على الدونت. بصوا شايفين؟ وخلاص هناخد بقى، بصي خلاص التشيز اهي، هننزل كده في بوله، ادي الصوص الحادق اللي احنا عملناه بالجبنه، وزينه هتحطه هنا، وايه هناخد بقى من الدوناتات اللي هم دول. ممكن نعمل كده، شايفين بصوص الجبنه؟ خليني اخد الطبق ده احط عليه عشان حضراتكم تشوفوا اكتر، ونحط عليه من ايه بقى، من اللانشون هنا كده شويه. ايه رايك، فكره حلوه صح؟ ايوه. وشويه من الفلفل الالوان، فنقول يعني للناس ان ده حادق، صح كده يا توتي؟ اه شكله جميل قوي، يعني مختلف برضو، شايفين الجمال؟ يلا انت عامله لنا بقى وحدات تانية. شلك دي، يبقى احنا النهارده عملنا صوصين شوكولاته سهلين في البيت. اخد دي هنحطها في التشيز. عايزه احط لها حاجه تاني؟ ماشي، ممكن احط لها شويه فلفل علشان نديها لون. حط لها. اوكي كده، الله اهي، حطي بقى عليها اللي انت عايزاه، ونروح نحطهم في التقديم بقى مع بعض. تسلم ايديكي يا زينه. قولي لي بقى، انت بتلعبي رياضه معينه؟ بلعب سكواش. اوه يا سلام، لازم اروح معاكي مره بقى يا زينه، تعلميني معاكي بقى السكواش؟ لا ده حضرتك اللي هتعلميني. يا قلبي، طيب الحاجات دي ممكن تاخديها معاكي في التمرين ولا ايه الاخبار؟ اه ممكن ابقى اكلها في البيت. ممكن؟ طيب ايه مامي بتديكي عصاير معاكي في التمرين يا زينه؟ بتديني ساعات عصير تفاح. اوكي، وايه تاني؟ حاجات فاكهه يعني؟ وساعات بتديني فاكهه، ساعات بتديني اكل، ساعات بتديني عصير. طب انا عايزاكي تعملي بقى انت واحده في التشيز دي. اوكي. وتزينيها حلوه عشان نعملهم. بصوا شكلهم حلو ازاي؟ الدونات ما فيش مكان في الطبق. طيب انا بصي انا هوسع لك هنا بس واحده كده مكانها، حطيها في النص، ايه رايك؟ شوفي هنا. واحنا كمان عايزين السبايدر، ممكن اخد من دي، نقلب بس كده الدوناتات دي، الحلوين دول طالعين امامير. طبعا تقدروا كمان بالسكر والقرفه يبقوا روعه. الصغيرين اللي احنا احتفظنا بيهم دول حضراتكم ما ترموهمش، اللي هم الكور اللي في النص، اللي هم دول هتحمروهم في الاخر. بصوا بيطلع شكلهم روعه، اوريكم واحدتين كده. نعملهم بسكر بودره وقرفه، نعملهم بشوكولاته، نعملهم باي حاجه انتوا حابينها. بتتحط كده في كبس، الولاد ياخدوها نقنقه لطيفه كده، سناكس حلوه. بصوا بقى الجمال، اوه ماي جاش، ايه الجمال ده؟ شايفين الحاجات الحلوه اللي عاملاها زينه؟ تسلم ايديكي يا روح قلبي، انا اروح اودي ده كله هناك بقى، عشان بقى ده مش هعمل فيه اي حاجه، عشان ده بتاع زينه اهو. شايفين الحلويات؟ واو. احنا طبعا مش هنرمي العجينه دي، مش كده؟ اه طبعا. قولي بقى هتعملي فيها ايه؟ شوف زينه هتقول لنا رايها. هنلمها تاني ونفردها ونعملها دونتس تاني. برافو. طيب تعالي بقى كده، هشيل انا ده بعيد عن الزيت عشان انا مش عايزاكي ايه يجي حاجه. ما عايزه تقولي اي حاجه اخيره يا زينه قبل ما نختم بقى حلقتنا النهارده؟ انا بحب مامي قوي قوي قوي، وكمان بحب جدتي، وانا وماما بنقعد نتفرج على الماتشات مع بعضينا. اوه وايه كمان؟ نفسك تطلعي ايه يا زينه؟ نفسي اقابل الكابتن بيبو. يا روح قلبي يا رب يكون سامعك دلوقتي، وان شاء الله في يوم تقابليه. وقولي لي بقى نفسك في تكبري تبقي ايه؟ نفسك لما تكبري تطلعي نفسي ابقى شيف. نفسك تبقي شيف؟ دي هتبقي احلى شيف، احلى شيف في الدنيا. وهتفتكري الحلقه دي وهتبقى جميله ان شاء الله. انت عارفه ان انا فرحانه بوجودك معايا جدا جدا. انا اللي فرحانه. تيجي تروحي معايا النهارده، ايه رايك؟ نتغدى سوا في البيت. مش هقول لك عامله ايه عشان الناس اللي هنا يقعدوا يقولوا نيجي معاكوا كده. صح؟ هقول لك في ودنك، هقول لك في ودنك. اتفقنا؟ اتفقنا. تيجي ونقعد نلعب ونقضي اليوم مع بعض، وبعدين مامي تيجي تاخدك بقى، او مامي تيجي معاكي، انا ما عنديش مانع على فكره. ايه رايك؟ انا بحبك قوي. يا روح قلبي انت نورتيني وشرفتيني. وادي الميني دونت اللي طلعناه برضو علشان حضراتكم تشوفوه. طيب انا بقى خلاص العجينه دي فعلا بنشيلها وبنلمها تاني، بس بعد قبل ما حضراتكم تفردوها هتسيبوها شويه كده 10 دقايق ولا حاجه عشان ترجع تاني تبقى لينه وسهله في الفرد. هنسيبها في جنب. طيب بصوا بقى الصغننين دول بيبقى شكلهم حلو ازاي؟
بيبقوا نقنقه لطيفه جدا فما ترموهمش. يا ماما نفسها تطلع وتتوم معاكي. يا نهار ابيض، المره الجايه ان شاء الله مامة زينة هتبقى معانا باذن الله ونعمل حلقه حلوه قوي وتنورنا باذن الله. انا يعني مش عارفه اقول ايه، لكن انا مبسوطه بوجودك. هاتي هج بقى كده. حضن جامد. الله. قول لهم بقى ايه، هنشوفكم بعد الاستراحه عشان الفقره الطبيه، وانا مبسوطه وباي باي.